السلام عليكم. الوصفة النهاردة هي الريزو والستريبس مع صوص الباربيكيو زي اللي بتتقدم في كنتاكي، بس هنعملها في البيت. طعمها لذيذ وحلو، وانا شخصيا ولادي بيحبوها. يلا اوريكم بتتعمل ازاي. اول حاجة هنبتدي بالرز. هنسيح معلقة زبدة كبيرة في حلة على النار، يكون عندنا كوبايتين رز طويل الحبة مغسولين كويس. هنقلب كويس لغاية ما كل الرز يتغلف بالزبدة. بعدين هنكون محضرين البهارات اللي هي عبارة عن معلقتين من البصل البودرة، معلقة توم بودرة، معلقة كاري باودر، نص معلقة كاري باودر، ومعلقة بابريكا، ومعلقة واحدة كركم. هنقلب كويس لغاية ما البهارات تمتزج مع الرز كله. نكون محضرين مياه مغلية، نكبها على الرز، تغطيه بمقدار 2 سنتي أو 3 سنتي. هنحط ملح حسب ذوقنا، غالبا معلقة صغيرة يعني. ولما يبتدي يغلي هنغطي الحلة ونسيبه يستوي على نار هادية جدا لمدة 15 دقيقة تقريبا. في نص الوقت ممكن نضيف نص كوباية مية عشان يكمل سوا بيه. دلوقتي التشيكن ستريبس ازاي هنعملها. انا بكون مجهزة الفليتو بتاع الفراخ اللي هو الحتة الرفيعة اللي في صدر الفرخة، او ممكن نقطع الصدور حتة رفيعة، نحط عليها البهارات اللي هي عبارة عن بودرة ثوم وبودرة بصل وكابريكا، معلقة من كل حاجة وملح وفلفل، وهنحط عليهم كمان معلقة مستردة كبيرة. نقلبهم كويس ونعصر عليهم عصرة ليمون. هنسيبها في الثلاجة نص ساعة تشرب التتبيلة، بعدين نحضر البقسماط. الكفر الخارجي عبارة عن بقسماط ودقيق بنسب متساوية، نقلبهم مع بعض كويس. وده كمية من الدقيق، عليها معلقة نشا ومعاها بودرة بصل وفلفل اسود، وهنحط لها ملح طبعا. هنقلب ده سوا كويس، وهنيجي في نص الدقيق كده نعمل زي حفرة صغيرة، هنحط فيها حوالي نص كوباية لبن او تلت كوباية لبن. منكترش في الاول لغاية ما نشوف قوامها، ونكسر معاها البيضة ونقلب بقى بالراحة من النص كده، وناخد شوية بشوية شوية دقيق ونضرب فيهم عشان ما يكلكعش. زي ما انتوا شايفين كده شوية دقيق ونضرب، لو قلبنا كله مرة واحدة ممكن يكلكع مننا، فالأحسن كده بالتدريج. عايزينها تعمل عجينة تقيلة كده زي عجينة البانكيك أو الكيكة، عشان ما نحط فيها الفراخ تتغلف كويس وما يقعش من عليها. نغلف الفرخة في العجينة دي كويس، وبعدين نطلعها على البقسماط نغلفها برضو كويس. ممكن تضغطوا عليها بايديكوا عشان البقسماط يلزق فيها. احنا كده هنحطها في التلاجة شوية قبل ما نقليها عشان البقسماط يتماسك. كده جهزناها، نحطها في طبق ونحطها يا اما في التلاجة لمدة نص ساعة، او لو احنا مستعجلين هنحطها في الفريزر ربع ساعة بس البقسماط يتماسك عليها قبل ما نقليها.
هنجهز طاسة فيها زيت ونسخنها على نار متوسطة مش عالية قوي، نحط فيها قطع الستريبس لما تتحمر من ناحية، هنقلبها منقلبش فيها كتير يعني، نستنى لما ناحية تتحمر كويس وبعدين نقلب. هتاخد كتير على النار دلوقتي، خلصت نطلعها على ورق مبكر. يلا نجهز الطبق، هنغرف الرز نقطع الستريبس حتت صغيرة، انا بقطعه بالمقص عشان اسهل لي. ممكن من الاول برضو نقطع الفراخ حتت صغيرة ونعملها زي البوب كورن، بدل ما نقطعها في الاخر ونعمل ستريبس ونقطع، لا ممكن من الاول نقطع الفراخ قبل ما نحطها في البيض والبقسماط، نقطعها حتت صغيرة ونعملها بالبقسماط تبقى بوب كورن ونحطها على الرز. كده جاهزة، فاضل نحط عليها صوص الباربيكيو، نحط نقطة كده فوق كل حتة فراخ. كده الطبق بقى جاهز. طبعا الستريبس اللي فاضلة دي ممكن تتعمل سندوتشات. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا على المشاهدة.